الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودواها، وعافية الأبدان وشفاها، ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكل مشاهدي الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، أسعد بتجدد لقائي وإياكم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل، اللهم آمين. امبارح كان في سؤال مهم من ضمن الأسئلة اللي جت على من السادة المشاهدين. الأستاذ مصطفى كان بيقول عايز يعني تلخيص لحدود عورة المرأة بالنسبة لمحارمها، بالنسبة مثلا لوالدها، بالنسبة لابنها، بالنسبة للنساء. هل هناك حدود لإبداء المرأة لعورتها، وإيه هذه الحدود وإمكانية تلخيصها بصورة وافية كما أراد الأستاذ مصطفى بالأمس؟ طبعا ديننا الحنيف يدعو دائما أبدا إلى الطهارة وإلى العفة، وهذه العفة وضع هذا الدين الحنيف باقة من الآداب والفضائل ومجموعة ومنظومة من القيم والأخلاق من شأنها أن تحفظ على النساء والرجال أمر العفة والطهارة، وأن يكون هذا المجتمع منضبط بهذه القواعد وهذه المجموعة أو هذه الباقة من القيم والأخلاق التي تحفظ على هذه المجتمعات سير ذلك أو هذه المجتمعات في هذا الطريق النظيف الطاهر العفيف. من ذلك أن الشرع الحنيف وضع بعض من الضوابط. هناك ضوابط لظهور المرأة ومشاركتها في الحياة المجتمعية، ولم يمنع الإسلام أن المرأة يحظر عليها أنها تنزل وتشارك في المجتمع، لا، جعل لها مشاركة. والمجتمع النبوي الشريف كان في ذلك الوقت بيحظى وبيحفى بمشاركات العديد من الصحابيات ومن نساء الأمة، وكان ليهم تواجد كبير وانطلاق واضح جدا في جميع المجالات. جعل الإسلام وحفظ الإسلام هذا النشاط الذي يمكن أن تقوم به المرأة محفوفا ومصانا بهذه الباقة العظيمة من جملة الأحكام والآداب التي من شأنها أن تحفظ هذا المجتمع في ظلال وارفة من القيم والأخلاق الطيبة. ده خارج خارج الأسرة. داخل الأسرة جعل كذلك الشرع الحنيف باقة من الآداب وباقة من الأحكام المهمة التي لابد أن نتعلمها ونعلمها صبياننا الصغار، وده شيء ضروري ومهم، وللأسف إن إحنا بنغفل عنه، أو بنجد بعض الدعاوى اللي بتقول أنتوا حصرتوا يعني الاهتمام بالمرأة في جسدها فقط. أبدا، الشرع الحنيف اهتم بالمرأة من داخلها وكذلك من خارجها، كما كذلك اهتم بالرجال في ذلك الأمر بالنسبة للظاهر والباطن، فالأمر سواء. وإن إحنا هذه الآداب والأحكام بنقوم بها في نوع من التيسير، يعني إذا كان عندي قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع الفساد، فأنا عندي قاعدة عظمى كبيرة أخرى اسمها قاعدة التيسير على المؤمنين. فالأمر في انسيابية، مفهوش إن يعني كما يبدو أو يتضح من بعض الوجوه أو من بعض الناس التي تظهر أنها دينة وأنها مستقيمة على شرع الله، إنها بتبديه بشيء أو في صورة أو في قالب من الحدة. لا، ما هكذا وجهنا الشرع الحنيف. الشرع الحنيف نظم كذلك العلاقة داخل الأسرة وداخل وبين الزوج والزوجة، وبين الزوج والزوجة والأولاد، وبين الأسرة الأكبر شوية، بين الزوجة وبين الزوج وبين الأهل. وجعل هناك أنه في حدود لإبداء المرأة زينتها أو عورتها، فجعل أنه تبدي المرأة هذه العورة بلا قيود أمام الزوج، ده في قدر معين، ده خاص بعلاقة الزوجة بزوجها. وجعل كذلك في حدود لإبداء العورة من الزوجة أمام أبنائها وأمام أبوها وأمام حماها وأمام أولاد الزوج إن كان يعني من امرأة أخرى، وأمام برضو إخواتها وأخواتها، إخوانها وأخواتها وأبنائهما. فجعل أو والنساء كذلك في حدود لإبداء عورة المرأة. حديث الفقهاء حول هذا الأمر حديث متشعب ومتصل بكثير من القضايا المهمة، لكن إحنا إجمالا لما قاله السادة الفقهاء في هذا الأمر عشان ما ندخلش في فرعيات الفرعيات ونتوه عن بيت القصيد. بالنسبة لنا إن إحنا لازم نبقى عارفين إنه المرأة دي لما أجي أقعد مع أولادي لابد من في عورة بتبان، سواء الولاد دول من البنات أو من الذكور، في حدود لهذه العورة. أقلها يعني المتوسط ما قاله الفقهاء إنه مثلا بينكشف طبعا الرأس بالشعر، بالرقبة، بأعلى النحر،
وكذلك الذراعين. يعني مثلا هنقول فضل الفقهاء انه يبقى زي اللي بيتلبس دلوقتي النص كم، كذلك الساق ما يبدو منها، مش بقى ينحسر اللباس لما فوق الركبة، لا يكون تحت الركبة فيستر، فبعض من الساق الذي يظهر مش كم، ليس كما نرى انه العملية بتبقى يعني تكشف زائد عن اللزوم عشان انا قاعدة في البيت، لا ده كمان المرأة مع هذه الاحتياطات وجب عليها انها تقرأ الاشخاص. افرض انا عندي بعض المحارم مثلا يجي مثلا خال او عم او مثلا ابن اخويا او حتى ابني، مثلا في عندي ابن في فتره المراهقه ما تزيدش في اللبس وتزيد في طريقه التكشف بزياده عن اللزوم، فيبتدي يلتفت هذا الشاب الى ما لا يجب ان يلتفت اليه، ده ادب، انه مش زي ما يقول لك لا ما هم لازم يتعودوا يشوفوا ده، ما هم لو بيشوفوه هيبقى عادي، لا مش عادي. والمجتمعات اللي بره اللي هي على طول بالنسبة لها التكشف وعدم التستر عندهم مشاكل كبيرة جدا بسبب ذلك، وبنجد بقى يقعدوا ينادولك معرفش في المنظمات بتاعتهم اللي عاملينها بينظموها على هواهم في القرارات والمبادئ اللي بيحطوها، لا عندهم مشاكل كبيرة جدا. التستر ده جاءت به جميع الأديان، يمكن الإسلام جعل هناك تحديد واضح، إنما جميع الأديان السماوية تكلمت عن ستر المرأة وحشمة المرأة، مش الإسلام بدع، لا جميع الأديان السماوية أشارت إلى ضرورة ستر المرأة. فتيجي مثلا أنا عندي ابني في فترة مراهقة، لابد أن أنا أخد بالي أن دي فترة مراهقة وبيبقى فيه مسألة الإثارة ممكن تكون موجودة وأنا لازم ألحظها، لو أنا بلبس حتى متكشف أكتر من اللي أنا قلته من شوية من الحدود دي، أنه ربما ابني يشوف زيادة عن اللزوم فأنا أحطه في حرج. فيجي مثلا حد يقول الله هي كل الولاد بتعمل كده، لا مش كل الولاد، لكن في حالات الإسلام بيخاطب الحالات اللي ممكن تظهر وبتظهر، وبنشوف مشكلات وبنشوف أنواع من التحرش غريبة، وانتوا شفتوا نفسكم في قلوب عامرة مستوى الأسئلة، إنه أب معرفش يعمل إيه مع بناته، ولا إنه خال، ولا إنه عم، ولا إنه أخ، شفنا مثل هذه الأمور، لأنه أحيانا ما بيبقاش في سبب من ضمن الأسباب، مش كل الأسباب، عدم التحرز في اللباس اللي المفروض المرأة بتستتر بيه. ده بالنسبة لأولادي، ودايما يبقى عينين الأولاد يشوفوا أن أنا في ستر، ما بلاش التكشف اللي زيادة عن اللزوم عشان أنا في البيت فبراحتي، لا داخل حجرة النوم غير خارج حجرة النوم الخاصة بالأب والأم، ولازم يكون هناك فارق بين الاثنين لخطورة ما يترتب عليهما. كذلك إذا أنا ليا ابن أخت أو ليا مثلا عم صغير في السن شوية أخلاقه مش قد كده، الفقهاء تكلموا أنه عند أمن الفتنة، يعني هذا الوضع اللي أنا ممكن أظهر عليه في الوقت الاعتيادي اللي ما فيش فيه مشكلات، لكن لو عندي واحد مثلا ابن أخ منحرف ولا حتى عم سلوكه مش منضبط، وأنا بشعر في عينيه بنظرة يعني غير مريحة، أو حتى سلوكه العام سلوك غير منضبط، وجب علي الميل إلى التستر والتعفف درءا لهذه المفسدة عني. يبقى المسألة بتختلف بعرف ما يبدو من المرأة داخل البيت في حدود ما شرع الله، وفي نفس الوقت ملابسها المعتادة اللي بتقعد بيها في البيت وهي بتشتغل وهي بتتابع الولاد وهي بتطبخ وهي بتدير البيت، ولكن برضو دون إسراف لإبداء العورات، ولكن في الحدود المتوسط اللي أنا ذكرته واللي ذكرته نقلا عن السادة الفقهاء. يبقى احنا كده بيبقى الإنسان عنده حرص على العفة، حرص على التستر، ده شيء مطلوب. يبقى أنا عند أمن الفتنة وعند كذلك أنه أنا حال المحرم نفسه مستقيم مش مستقيم، وممكن يبقى محرم منحرف، ممكن يكون انا عارفه ان سلوكه مش منضبط، يبقى وجب ان انا اتستر امامه عشان درء للمفسده عن نفسي. واحنا شفنا التسيب والبعد عن الاداب الشرعيه في لقاء النساء الرجال سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم المشكلات الناجمه عن ذلك، لذلك التسيب وهذا عدم الانضباط بآداب وبالأحكام الشرعية التي نظمت مثل هذه العلاقات الإنسانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تبقى نقطة اللي هي خاصة بما يبدو من المرأة للمرأة، وفي كان جاي عليها أسئلة برضو على الفيسبوك في نقاط معينة هجاوب عنها، لكن بس ناخد من معنا على الهاتف. السلام عليكم. معذرة. السلام عليكم أستاذة فاطمة. أنا ربنا يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذه فاطمه، وربنا يجعل فيك انت كذلك ان شاء الله. الله يكرمك. اتفضلي. انا كنت كلمت حضرتك امبارح بس ما كملتش السؤال. اتفضلي يا حبيبتي. في زواج دام 15 سنه.
ايوه وكان الزوج كان علاقة بواحدة غير الزوجة طبعا بقاله 6 سنين، والزوجة عرفت بالموضوع ده وحاولت انها يعني تغيره وترجعه للبيت تاني، مفيش فايدة لغاية لما في الاخر تزوجها، تزوج التانية. فيعني حكم الشرع يعني الزوجة اللي هي الأولى مش عايزة تستمر لأنها مش قادرة يعني تتأقلم على الوضع اللي هي عايشة فيه. ما هو يا فاطمة، يعني هي مش قادرة تستمر، لكن احنا بننصحها، نقول لها ايه يا فاطمة، وجب عليك تنصحيها بانه الانسان عليه ان يعقل القرار الذي يأخذه. انا ممكن غير قابلة، لكن عندي دلوقتي واقع انا فيه، الواقع ده الى اي مدى انا اقدر اسايره وامشي معاه، والى اي مدى انا ما اقدرش، لا انا متوقفة الى هذا الحد، وفي اطفال ولا ما فيش اطفال، وهل نفسية الولاد هتتحمل مثل ذلك القرار ولا لن تتحمل، عشان ما يبقاش قرار أهوج إثر انفعال. مش بقول إنه مش من حقها، بالعكس من حق المرأة إذا وجدت من نفسها عزوفا تاما لا تستطيع معه أن تقوم بحق الزوجية كما أنزل الله، يبقى أنا في الحالة دي بطلب منه الطلاق. ماليش دعوة أقول له روح طلق التانية وما تركبش الاسم ده، وكثير من النساء تصنع ذلك، تروح تتجوز واحد وتروح طلق مراتك الاولانيه، او الاولانيه تقول له طلق اللي انت اتجوزتها الثانيه، هذا مما لا يجوز شرعا. وقلنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام امس، لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صحفتها. ده مش اخلاق المؤمنات. انا ماليش دعوه هو خد قرار وما درسوش وراح اتجوز بدون ما يحسب حساباته صح، انا ما دخلش نفسي في الحسبه الغلط دي، انا ما علي ان انا لا اضيع امر ديني، انا ما علي ما يعنيني انا في ذلك الامر. هل من الشرع ان هو يقول لي؟ طبعا لابد ان يقول لك. وبنقول ان الشرع لما يعني حض الرجال على ضروره القيام بالشروط واداء هذه الشروط اللي اشترطها الاسلام واشترطها الشرع الحنيف للحفاظ على كيان الزوجيه، انك تعلمها، انت مش بتستاذنها لكن تعلمها، وانت كمان تكون على بينه من امرك. هل دي هرد فعلها هيكون عامل ازاي؟ وانا كمان ادى هذا الرد الفعل ولا هو قرار طائش خدته اهز معاه البيت يعني، وضيع ولاد وضيع زوجة، وربما قراري التاني ده كان لشيء عابر مش لشيء مكين في نفس الإنسان. ولكن أنا بس بنصح، هي تقدر طبعا ترفع الأمر وتطلب الطلاق حق، يعني إذا كانت هي خلاص وجدت، لكن برضو عليها أن تعقل أمر البيت وأمر الأولاد وأمر نفسها. ربما يكون قرار الطلاق أشد سوءا، وربما يكون قرار الطلاق بالنسبة إليها خيرا، الله أعلم. لكن هي عليها بقى، هي أدرى مني ومن حضرتك، هتقعد تدرس المقدمات اللي قدامها من وقائع الحوادث اللي حواليها، وترتب عليها إن كان اتخاذ قرار الطلاق ده في صالحها أو لا. وقلت لحضراتكم وبنبه إن إحنا ما بين الحق الذي لي والذي كفلته لي الشريعة الإسلامية، وما بين إمضاء ذلك الحق، في مساحة لابد إن المرأة ما تغفلش عنها. الإسلام إداني حقوق في أشياء كثيرة، قد يتنازل الإنسان عن بعض الحق، قد يغفل الإنسان عن ذلك، عن بعض ذلك الحق، لكن لا ينسى كذلك إن في أطر كثيرة هو عايش فيها، في إطار اقتصادي ما نعرفش وضعها إيه، هتقدر تفتح البيت ولا لأ، في إطار اجتماعي، في إطار خاص بالأولاد، الأبوة دي شيء مهم. كل هذه الأطر ما ينبغي إن المرأة تاخد القرار كده دون ما أن تبصر نتائج المترتبة على في هذه الدوائر المتعددة على قرارها الذي سوف تتخذه. حد تاني يجي يقول الله، يعني هو يجي عليها ويعمل ما بداله ويظلمها؟ إذا كان هو ظالم فالله سبحانه وتعالى هو الحق العدل، فإحنا دايما كده يكون عندنا ثقة في الله، وأكون حكيمة في اتخاذ قراراتي. والحكمة دي مش معناها ضياع حقي، ارتكاب أخف الضررين ده منتهى إعمال العقل وتقديم المصلحة، اللي أول إنسان هينضر فيها مش حضرته، أول إنسان هينضر فيها حضرتك والأولاد اللي هو ما فكرش فيهم، ما حسبش قراره حسبة منضبطة. ده طبعا أنا بتكلم وأنا لم أسمع الطرف الآخر، أنا بتكلم في قضية على جهة العموم. وجب يا فاطمة تنصحيها على هذا الحال، ولا وهي ما تروحش تقول له طلق وما تطلقش، ملاش علاقة بهذا الأمر، كل اللي عليها ما يعنيها هي. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة ريحاب، دلوقتي جوزي سايبني بقاله 3 شهور وسايب عياله وبيته وبيكلم واحدة ثانية، بس هو متجوز بس مش عايز يقول انه متجوز. طب انت اتأكدتي يا رحاب ولا هو بيقول كده؟ انا متأكدة. يعني ايه وجه التأكد؟ شفنا القسيمة، شفنا الورقة، ايه
شفتي القسيمة، قسيمة لا الزواج. ما شفتش حاجة، بس هي باين قوي. طيب ما بتحاوليش تتكلمي معاه تقولي طب يعني لا حتى هو وإيه؟ اصلا مش طايقني اصلا ولا طايق، بقاله 3 شهور اصلا بره البيت كده وسايب البيت، فانا مش عارفة اعمل ايه يا ومين اللي دكتور. بيصرف عليكوا يا رحاب؟ هو يعني ابني الكبير وكده، بس هو سايب عياله وبيته وكده. انا بسأل سؤال يا رحاب، مين اللي بيصرف عليكم؟ ما هو سايب فلوس لينا، هو بيجي بيدي العيال فلوس، بس هو برضه سايب البيت. ايوه بس خليكي واضحة معايا، يعني هو بيديكي فلوس بفاتح البيت يعني؟ تمام، هو سايب البيت، قالك هيرجع امتى ولا مفيش حوار اصلا؟ لا ما مفيش قالش حوار بينك وبينه؟ امال ازاي بيجي يدي فلوس للعيال. للعيال يعني فاتح البيت؟ ايوه انت ليه مستحية تقولي ان هو فاتح البيت؟ احنا هنقول ايوه اللي هنقول بس ايه اللي هو بيعمله يعني هو صح سايب وايه اللي البيت بيعمله بقاله غلط. 3 شهور. رحاب هنقول ايه اللي بيعمله صح وايه اللي بيعمله غلط. هو ايوه دلوقتي فاتح البيت، بيجي يسأل على الولاد دي ولا ما بيسألش؟ بيسأل عليهم وبيتصل بيهم بيجي وكده. يسأل عليهم. انت شخصيا ما بيسألش عليكي، وانت ايه قرارك اللي انتهيتي اليه؟ القرار مش فاهمة يعني ايه. يعني انت قررتي ايه في الوضع ده؟ ايه اللي يريحك؟ يعني انا عايزة اعرف هو يعني بيعمل كده ليه، يعني ليه كده، انا ما عملتش حاجة وحشة فيه. بص يا رحاب، يعني اصل العلاقه الزوجيه دي علاقه دقيقه جدا جدا، وكل واحد احيانا يعتقد ان الحق معاه، وانا ما عملتش حاجه وانا ما سويتش شيء، ويمكن اكون انا سبب ويمكن ما اكونش انا سبب ويكون هو سبب. وارد ان يكون هذا الزوج شخص بطبعه من يوم ما انتوا اتجوزتوا يعني ماشي على هواه، وممكن يكون هو مستقيم ودي ضحكت عليه، وانما انا مش مؤمنه قوي بحد بيضحك على حد، انا مؤمنه ان انا انسان بمشي في طريق وبمزاجي انا اخترت ذلك الطريق. فحاجه من الاثنين، طبعا هو لو طلعت وشغلته واحده وهو يعني كذا عمره ما هيشوفك، ده شيء طبيعي، الا لو لازم بقى ده انسان هياخد قرار بالزواج وعنده عدل وعنده قسمه، يعني يرعى قسمه الله فيما بين الزوجتين وهكذا، هيديكي حقك ويعطيه لها حقها. ولكن الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم دايما، احنا يعني عدل التشريع قائم لكن سوء التطبيق هو اللي موجود، يروح يتجوز يقفل البيت الاولاني ويسيب مراته ويسيب اولاده و و و. لكن انا اشعر بانه في شيء يا رحاب مش واضح في السؤال ده، فيعني اتمنى انك انت تصري على انك تقعدي وتتكلمي معاه وتقولي له انا عايزه لوضعي هذا حد، ان كنت شايفه انك انت مش عايزه تكملي فالقرار بين ايديكي وانا لا انصح بذلك، وانك انت شايفه انك هتكملي على هذا الاساس ومعاه زوجه تانية فبيضغط عليكي عشان تقبلي وجودها فالامر بين يديك، فانظري ماذا تصنعين، لانه القرار ده مش قرار قلوب عامره، ده قرار سيادتك حضرتك اللي هتقومي وهتعيشي الحياه دي وهتقبليها بالشيء المكدر اللي فيها وبالشيء الكويس اللي فيها. مش هنش المفروض ياخد القرار ده غير ما يقول لي ويديني خبر، طبعا الشريعه تقول بانه يعلمك وانت تشوفي وضعك يكون ازاي وعلى اساسه بيكون قراري، ده من حقي ما حدش قال حاجه، لكن انا اشعر والله اعلم، وشعوري ده ليس بدليل، لا مجرد شعور بانه في شيء غامض في الامر ده. فارجو انك تكوني انت حتى ما كنتش عايزه تقولي انه بيسيب فلوس وانه بيسال على الولاد، فانا مش عايزه نجامل نفسنا في الغلط، لو احنا اخطانا الامانه يعني الانسان يصحح خطاه، الانسان ما اخطاش يشوف ايه وسيله الاصلاح، لا الدنيا محتاجه تهدى نسيب الدنيا تهدى الا ان يقضي الله امرا كان مفعولا. استاذ عبد الجواد سلام عليكم ورحمه الله. استاذ عبد الجواد. ايوه اهلا وسهلا. ايوه معاكي. اتفضل يا فندم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام فضل. عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضل. انا كنت حلفت يمين، كنت حلفت يمين يعني واحد كان بيعمل لي شغلانه وقلت له عليا الطلاق من عاملها. وبعدين؟ وبعد كده رجعت وقلت له عليا الطلاق بالثلاثة ما أنا عاملها. وبعد كده قلت له عليا الطلاق بالثلاثة ما أنا عاملها. الله الله عليك يا أستاذ عبد هل الجواد. هل يقع اليمين؟ طيب يا أستاذ عبد الجواد، أستاذ عبد الجواد طيب إحنا نطلع فاصل وأرجع لك يا أستاذ عبد الجواد. الحلف بالطلاق والتلاعب بهذه اللفظة يأثم صاحبها. قبل ما أنا هقول لحضرتك نعمل إيه، بس ننبه على النقطة دي،
مش ان انا قلتها فاشوف، انا عايزه اشوف هو كفاره يمين ولا وقع الطلاق ولا ايه بالظبط. المجرد ان انا استعمل يمين الطلاق بهذه الصوره انا اقسم شرعا، يعني اخد سيئات، يعني تكتب لي سيئات في صحيفه السيئات بتاعتي. نحذر ونتقي الله، نتقي الله فيما يخرج من افواهنا. ألقاكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله، وأدعكم مع خير الكلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. لالي والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين والناس أجمعين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين 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 يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم من جديد. وقبل بس ما ناخد التليفون وبعدين اكمل الرد على اسئله حضراتكم، ويبقى جزء كده خاص بحدود عوره المراه للاستاذ مصطفى اللي سال عنه. هل معانا التليفون؟ طيب تحاول تكلمنا مره تانية. وبرجع لحضرتك، حضرتك امبارح يا استاذ مصطفى قلت وما الايه التي يمكن ان نستند اليها طبعا والاحاديث. عند حضرتك الايه 31 في سوره النور، وحضرتك تقدر تتابع سياق الآية الذي يتحدث عن إنه من هم المحارم الذي يعني الذين يمكن للمرأة أن تكون في هناك حدود للعورة بتاعتها أمامهم في ظهورها. وابتدأت الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن إلى نهاية الآية، والجزء الخاص أو نسائهن. فهذه هي الآية اللي الفقهاء أعملوا عقولهم وأفهامهم ليفهموا أو حول يدركوا ولا يبدين زينتهن إلا لهذه الباقة، ومن دخل في ضمنهم من المحارم كالأخوال وكالأعمام باعتبارهم كالآباء. وده ما عليه جمهور أهل الفقه والعلم والعلماءنا وجهونا إليه. والتوجيهات بقى الكثيرة اللي موجودة في السنة النبوية المطهرة من باقة من الآداب اللي احنا بنفهم منها كيف أو ما هو الحال الذي يجب أن تكون عليه المرأة حال مقابلتها لأي من محارمها، وكذلك ما كان عليه العمل من نساء النبوة ومن الصحابيات الكرام. ودي كلها القواعد اللي احنا من خلالها بنقدر أو فهم فقهائنا وعلماءنا الحكم الشرعي في هذه القضية يا أستاذ مصطفى. تبقى جزئية أو نسائهن، لأنه في البعض بيقولوا هل أنا لو لي صحبة أو صديقة مسيحية أو من أهل الكتاب أو من غيرهم، وأن أنا ممكن أن يشوفوا شعري ولا لا. طبعا إحنا قلت لحضراتكم قبل كده يجوز، وبتدخل في ضمن أو نسائهن. والحقيقة أنه ابن العربي وهو في الأحكام في الجزء الخاص به أحكام القرآن الكريم، هذا المؤلف الذي قام به وأوضح في هذه المسألة أو نسائهن، بيقول إن المسألة فيها قول وفيها قول آخر. القول الأول إن بيقول أو نسائهن بيعنى بها جميع النساء، والقول الثاني عند أهل العلم قالوا لا، ده النساء المؤمنات فقط. ثم رجح أبو بكر ابن العربي الرأي الأول، وهو إن الآية تشمل جميع النساء،
ونفس الأمر عند ابن قدامة في المغني، قال أو نسائهن المذكورة في سورة النور الآية 31 بأنه مقصود بها بعد عرضه لجميع الآراء والأقوال فيها، ورجح هذا الرأي الذي يقول بأنه جميع النساء استنادا إلى أنه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام كان بيدخل عليهن نساء المشركات، وما كنا يرتدين بأزياء معينة أو يحتجبن منهن، كان بيتعاملوا معاهم كنساء المؤمنات، وبالتالي أنا صاحبتي المسيحية تشوف شعري وحدود عورتي بالنسبة لها زي حدود عورتي بالنسبة للمسلمة، زي حدود عورتي بالنسبة للمحارم، زي ما قلنا بيبقى في حدود إنه أنا الذراعين، الرأس، الشعر، العنق، أعلى الصدر وبعض من الساق، بحيث لا ينحسر الرداء إلى ما فوق الركبة. وقلنا ده بالنسبة للنساء عموما، ويدخل فيهن من غير المسلمات. وعندنا برضو كذلك بالنسبة بقى للمحارم، قلنا على حسب حالة المحرم نفسه وأخلاقه وتصرفاته، ممكن المسألة تزيد تقل بحسب حالة المحرم، واحد منضبط سلوكيا غير واحد تاني منحرف، غير واحد أنا وجدت منه تصرفات مش مظبوطة، زي واحد مثلا يكون عندي من المحارم صغير في سن شاب في بداية المراهقة، فما ينبغي أن يرى هذا التكشف الزائد. المسألة دي بقى هي بتضبطها المرأة، والمفروض أنها يعني تميل في مثل مواقف الريبة حتى ولو كانوا من المحارم إلى التستر وإلى الحشمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. في معانا أستاذ أحمد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، كان عندي سؤال بعيد عن موضوع الحلقة. اتفضل يا فندم. كان الوالد شاري قطعة أرض مساحة 220 متر مباني مش مزارع، من سنة 95 من مدة 21 سنة. فهل الفترة دي كلها كان المفروض يطلع زكاة عليها باعتبار إن هي فلوس متشالة للتأمين للمستقبل بس؟ يعني هي فلوس زي هو كان شاري الأرض اقتناء يا أستاذ أحمد. شاريها مقتني الأرض بغرض تمام بقى الكل الفترة كل الفترة دي 21 سنة، هي ملهاش ربح، ولكن هي مع الوقت طبعا يا فندم بتزيد استثمار. لكن هو ما أعلنش بيعها، ما عرضهاش للبيع ولا شيء. لا خالص، بس هي يعني كان سعرها سنة 95 15000 جنيه، سعرها دلوقتي جايب نص مليون جنيه. ففي الفترة دي كلها ما طلعش عليها الزكاة، يعني 21 سنة ما طلعش الزكاة عليها. تمام. ولكن هي الوقت ده كله برضه ما بتربحش، ان هي ما بتطلع مش ارض مزارع، ما بتطلعش الربح يعني الفتره دي. قصدك ما بتطلعش ثمر او زروع. أصدق. تمام. انا بس اول ما هيبيعها يا استاذ احمد يطلع على قول يقول ذلك، يطلع زكاه سنه واحده. تمام. لكن افرض انا شايل الارض وسايبها للزمن، لو انا شايل ارض وسايبها مش في دماغي، انا اشتريت ارض، اقتنيت ارض، الاصل انه لا زكاه عليا الا لما انا اقرر، من وقت ما انا اقرر ان انا ابيعها. تمام يا استاذ احمد. فاذا انا قررت ان انا ابيعها، ما تباعتش على طول، قعدت سنه، قعدت سنتين عبال ما اتباعت، من وقت عند بعض الفقهاء بيقول من وقت ما قرر انه هيعرضها للبيع، يبقى دي الزكوات السنوات دي طلعها سنه او اتنين او سنه واحده، اقل من كده يبقى من وقت ما قرر لا شيء في ذلك. ولكن احنا خلينا مع الرأي الذي يقول عند بيع هذه ان شاء الله الارض يطلع زكاة سنة واحدة يا استاذ احمد، والله تعالى اعلى واعلم. استاذة بسمة. الو السلام عليكم. لان انا خليك معي استاذة بسمة، ممكن اعرض الارض للبيع وما تتباعش على طول، تقعد سنة، تقعد سنتين، ممكن تقعد ثلاثة، فلو كسدت في بيعها ما تباعتش على طول، في عندي اكتر من راي في هذه المساله يا اخي الفاضل. السلام عليكم ورحمه الله. ايوه استاذه بسمه. وعليكم السلام. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور ورام، انا بحب حضرتك جدا، ربنا يبارك لك يا رب. اللهم امين، اللهم امين. اتفضلي. ربنا يخليكي. كنت عايزه اخد راي حضرتك في حاجه. انا يعني تقريبا متجوزه بقالي سنتين. في عادي الامور كانت ما بيننا عادي، يعني في الاول مشاكل اللي بتحصل كده عادي. بس دلوقتي يا دكتور بقى مع اي مشكله بقى بيمد ايده جامد، يعني ممكن هو بيمسكني بيخنقني جامد، بيمد ايده جامد يعني بطريقه فعلا بتديني. وانت بتبقي عامله ازاي بقى يا بسمه؟ يعني مثلا بتتعصبي، بتطولي لسانك؟ يعني خلينا واضحين. والله هو يعني انا ببقى مفترفه، مثلا انا ممكن انا بتعصب ان انا بيبقى صوتي عالي زياده، لان هو بيقعد يقول لي مثلا انت صوتك عالي، ما تعمليش كده عشان ما يعني ما اعصبوش ان انا اعلي صوتي، هو ده اللي بيخليه يعمل كده.
يعني انت بس مثلا انا عايز مثلا بتطلعيه عن شعوره يعني يا بسمه، مثلا بتجنيه يقوم يعمل اي تصرف؟ يعني انا لو هديت وتلقيت الحاله الغضب الشديد اللي عنده وسكت، مش يبقى احسن ولا ايه؟ ما انا عارفه والله، بس يعني انا ساعتها لا ما لا انا بس بسالك يا بسمه، انا في الحاله طبعا اللي بيعمله ده يعني احنا هنتكلم في ده، لكن انا بتكلم، انا عارفه انه بني ادم، انا غضوبه وهو غضوب بل اشد غضبا مني، فانا بطور المساله بالصوره دي، فانا يعني اقدر ان انا اتفادى جزئيه حاله الجنان اللي بيوصلها، فيبتدي يخنقك، ممكن ايديه ما يسرح ويخنقك فعلا، فده وضع مش مظبوط، فانا في ايدي الامر ده، ولا ايه يا بسمه؟ ما هو انا والله عارفه يا دكتور ان هو يعني انا بقيت بحاول ان انا مثلا اسكت، او لا هو دلوقتي اخرجي بقى سيبي من اول المكان، مثلا اول اقطعي المناقشه، اقطعي المناقشه، قولي له خلاص يعني هو من اول اهدى، ما بيبقى او بيحصل خلاص مثلا خلينا موضوع نتكلم في الموضوع ده وقت تاني لما انت تهدى كده، لكن ما ابادلوش الصياح بصياح، هو يزعق وانا زعق، هو يسيء الادب وانا كمان اسيء الادب، ونتراشق بقى وتنتهي بانه يخنقك وانه يطول ايديه، واوضاع مش مظبوطه ولا تليق، ولا يليق ان انا يعني احط نفسي في صورة انه يبتدي يتطاول عليا ويتعود على كده، وده الأسوأ، انه خلاص بقى انا جرأته فيتجرأ انه يسيء الي بهذه الصورة وهتزداد، فانا وجدت، انا عارفة علته ده ايه، اسيبيه لما يهدى، انا مش في نيتي خصام ولا في نيتي قطيعة ولا في نيتي حاجة، هو بيوصل لحالة من الغضب لا يمتلك نفسه، بيوصل لحالة من الثورة لا يمتلك نفسه، خلاص اسيبه لما يهدى وبعدين اتعامل معاه يا بسمة، انا في ايدي المفتاح ده، في ناس ما بيبقى مفاتيحها بتبقى صعبة، في ناس اشخاص من النساء ومن الرجال مفاتيحها قاسية جدا وصعبة جدا، وتبقى المرأة حيرانة، ويبقى الرجل في قمة الحيرة يعمل معاها ايه، ولا دي تعمل معاها ايه، لكن لما يكون انا بايدي الامر ده، الحاجات اللي دواخل في النفوس دي احيانا، او امراض القلوب دي، بيبقى صعب جدا الانسان يداويها، صعب جدا الانسان يتحكم فيها، وزي ما قلت لحضراتكم امس، الانسان عالم كبير، كتلة من الخلق الفريد، نفس ومشاعر وعواطف وافكار وهواجس وطوارئ ووساوس ووحي من قبل الملائكة، إلهام بالخير ووسوسة للإنسان بالشر من قبل الشياطين، وكل ده في هذا الخلق العجيب اللي اسمه الإنسان سبحان الله، فإحنا يعني بإيدي حاجات أقدر أعملها، نعذر بقى إنه في أناس المفاتيح بتاعتهم صعبة جدا، فدول بيبقوا أقسى وأشد، فنحمد الله أنا في إيدي الأمر، اعتزليه وسيبيه، يقول طيب خلاص لما تهدى نتكلم، مرة ومرة تانية ممكن إن أنا، لكن ما وصلش إنه يتطاول عليا ويتعود إنه يمد إيده عليا، لأن ده وضع أنا لا أقبله أبدا على أي امرأة مؤمنة، إنها توصل اللي قدامها إنه يتجاوز هذا الحد إلى هذه الصورة التي لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أستاذة هاجر، ومعانا الأستاذ عبد الجواد. طب قبل ما اخد التليفون بتاع استاذه هاجر ثانيه أيوة. واحده، استاذ عبد الجواد بتاع كل شويه بتحلف بايمان الطلاق، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، حضرتك تذهب مشكورا الى دار الافتاء المصريه، وليهم تقدر تتصل بيهم وتروح تقول الطلاقات الكتيره دي، ويستجوبوك بقى اذا كان في طلاق صريح حدث، ولا كله بس ايمان طلاق على هذه الصوره التي تاثم عليها للاسف. السلام عليكم ورحمه الله. استاذه هاجر، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. بس حضرتك أنا عندي مشكلة، أنا أم وعندي أربع بنات أصغرهم لسه 6 شهور. ماشي، أنا متجوزة من 14 سنة عن حب جدا، أنا وجوزي وهو ابن خالتي، وإحنا بنحب بعض قوي 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 قوي. كان ليه بعض نزوات وكان بيفوق وقت اللزوم وبيفوق. دلوقتي بعد من قبل سنة بدأ يتغير، واكتشف وبدأ يعمل قصص ان هو عنده شغل ويبات بره 3 ايام وثلاث ايام. فجأة من اسبوعين لقيته اكتشفت ان هو متجوز ومخلف، وجه قال لي كده. يا خبر. بعد يعني كان خلال السنة ده كان بيعاملني احسن معاملة وبيطبطب عليا وكل يعني لو كنت طلبت عينيه كان ادهانش. بيجهز يوم ما نفسه. جه قال لي بالليل، يعني كان مسافر الجمعة، لقيته السبت جاي بالليل يقول لي انا متجوز عليكي ومخلف. ما شاء الله. ماشي، فمن بعد ما قال لي الخبر ده وسابني ومشى، وانا بتعامل اسوأ معامله منه بجحوديه قلب، حتى مش مديني حتى فرصه ان انا اعاتبه، حتى انت ليه عملت فيا كده بعد سنين الحب دي كلها. على فكره احنا فضلت انا وهو مخطوبين 7 سنين من ايام ما كنت لسه في الثانوي وصغيرين، يعني بنحب بعض من واحنا لسه اطفال زي ما بيقولوا.
انا بقى دلوقتي من كتر يعني من ما انا بحبه قوي قوي لا قادره يعني بحبه، في المقابل مش قادره استحمل وضع انه ممكن يكون متجوز واحده تانية ومخلف ويروح ويجي. انت عارفه الامر ده بقالك قد ايه يا هاجر؟ بقالي اسبوعين. تمام، وبعدين؟ بس انا بقول لحضرتك ان هو من بعد ما انا عرفت هو بقى اتغير خالص وبقى شخصيه تانية، وما بيجيش دلوقتي غير ان هو مثلا يودي العيال المدرسه، يجيب لهم طلباتهم. انت كان ليكي رد فعل ولا خدتي الامر؟ ما ادانيش فرصه ان انا يبقى ليا رد فعل. انا هو بقى أقوله يعني بياخدك بالغلبه، يعني بياخدك بالصوت العالي عشان هو يعني سياسه امر واقع. انا اقول له انت خنتني سنين عمري، انا ما غدرتش بيك. لا، ما هو بيلغوش بيضيع اللي عمله. انا ما غدرتش بيك، انا ما كنتش. طيب نعم؟ ايوه مفهوم يعني اللي بيعمله. لدرجه ان هو يقول لي الرسول الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو متجوز على ستنا خديجه، انت مش احسن من ستنا خديجه؟ قلت له انت مش الرسول. احنا يعني مش فاهمه، يعني كل حاجه نحشر فيها بدون فهم وبدون وعي. طب ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه اللي اتخذ موقف من الامام علي رضي الله عنه لما اراد ان يتزوج على ابنته. يعني هو يعني بناخد اللي يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا. وهذا الحديث يعني الإمام البخاري بوّبه تبويب دقيق جدا، يعني حط الحديث بطريقة أن يدي أحقية للأب وأحقية للزوجة في الاعتراض على الزواج الثاني بل ومنعه أحيانا. إنما احنا عايزين نأخذ أن هنقيس حياتنا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو نبي هذه الأمة وله أحواله وله خصائصه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عدد ما تزوج غير ما هو متاح للأمة، فبالتالي مش كل حاجة نقعد نقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. كمل بقى، كمل إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عندما أراد الإمام علي أن يتزوج على السيدة فاطمة اعترض النبي عليه الصلاة والسلام بشدة وأعلن اعتراضه، وفعلا ارتد الإمام علي عن هذا القرار والسيدة فاطمة لم تقبلها على الإطلاق. فيعني احنا ما نبقاش نؤمن ببعض الكتاب ونكفره ببعض، ناخد اللي عايزينه ونسيب اللي احنا مش عايزينه، ونظلم يعني هذا التشريع الحنيف السمح العدل كله رحمه وعدل ومصالح، ونبقى احنا بنحكم الاهواء في ذلك. طيب يا هاجر انتهيتوا على ايه؟ يا هاجر، طيب يا هاجر، على العموم بالنسبة لما انتهيتوا عليه، طبعا هو عارفة اللي هو ايه، خدوهم بالصوت، يعني بيعلي صوته بقى وهو اتعصب ومش هو عامل حاجة. دايما الإنسان المخطئ أو اللي أصاب خطأ، ما بتكلمش إنه الزواج الثاني خطأ، ولكن إمضاء الزواج الثاني على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى فهو أمر يحاسب عليه الإنسان، هو هيتحمل مسؤولية ذلك. الإنسان له حقوق، لكن لهذه الحقوق ضوابط وأحكام وشروط وآداب، وجب على الإنسان المؤمن أنه هو يقوم أو حينما يريد ذلك الأمر أنه يقيمه كما أقامه الله وكما أراده الله، مش على هواه. فأنا يجي فجأة كده الواحدة تجد أن الزوج جاي يقول لها أنا متجوز وعندي طفل وعندي طفلة، وبعد كده أقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام، ده استخفاف منه، ده استخفاف وما يليق أبدا. أنت عايز تتزوج تروح تقول أنا عايز أتجوز، يقول لك ما فيش واحد هيروح يقول لمراته، ما هو قاله بس قالها بطريقة كانت صعبة وقاسية وتفقد كتير من أواصر المودة والرحمة إلا المفترض تكون بينهما. فمن الأول كما شرع هذا الدين الحنيف السمح العدل إن أنت تروح تقول أنا في احتياج للزواج من هذه المرأة الأخرى، وهي كمان لها كامل الحق إن أرادت، إن استطاعت أن تكمل أو استطاعت أن تقطع هذه العلاقة. لكن أنا على حالة السؤال يا ست هاجر، هنتكلم من بره كده القضية من على العموم، بالنسبة لي خصوص حالة حضرتك في هذا الحال، انه بس اتمنى عليكي ما تاخديش قرار دلوقتي، اسبوعين لسه الموضوع مفاجأة وصدمة وحاجة يعني حاجة مريبة، حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يرضاها ابدا. شرع الزواج الثاني يعني انفراج للرجال في حالات وفي بعض، وانفراج للنساء على فكرة، الزواج الثاني ده للمرأة الاولى وللزوجة الاولى في بعض الحالات، ولكن بشروط وضوابط. يعني احنا بس فاهمين الزواج الثاني ونسين الضوابط والشروط. عدل الله قائم في تشريعاته، سوء التطبيق ده هو اللي خلى المسلمين في اخر الركب. تركنا حضارتنا وتركنا ثقافتنا وتركنا مبادئ هذا الدين الحنيف، فاضحى هذا هو الحال، لان احنا بقينا بنحكم اهواءنا في الاحكام، ده كلام مش منضبط ابدا.
فأنا بس أتمنى وأرجو منك وأتمنى عليك ما تتسرعيش بقرار خالص دلوقتي. خدي قرارك، يعني هيفرق فين ناخد القرار دلوقتي ولا اخده قدام ولا أجله ولا أصبر وأتحمل شوية؟ وما تبقيش أنت كده جاية على حقك ولا شيء، أصل خلاص ده دلوقتي إحنا عندي واقع، ما بين الواقع وما بين الحق الذي لي في مساحة، المساحة دي تحتاج مني إن أنا أتروى وإن أنا ما أتسرعش. في ذات الوقت في ذات اللحظة الآن أنت في قمة الغضب، مش من الحكمة ناخد قرار دلوقتي. فأنا أتمنى عليك بس رأفة بنفسك ورأفة بالأولاد، ولا تقولي له أنت اتجوزت ليه ولا عملت إيه، أنت بتقولي هو كان بتاعنا زواج طول عمره وما كانش مستقيم طول عمره، وإحنا أصلا عارفين بعض خطبة طالت وبعدين زواج عن حب، أيا ما كان الله أعلم، ربما كان له احتياج أو يعني فعلا وقع في يعني حب أو ما شابه ذلك، يعني هنحسن الظن على كل حال، ولكن أنا يعنيني إن أنا آخد حقوقي من غير ما ضر البيت والولاد والحياة الزوجية، ولكن في النهاية حقك لو أنا ما قدرتش أكمل حقك، لكن هذا الحق لي شرع، يعني هو حق لي كفلته لي الشريعة، لكن أنا عايز أخده بهدوء وما يبقاش قرار متسرع، عشان ما جيش بعد كده أقول أرجع في القرار فيبقى بضيع حقوق أكتر. عند الرجوع أنا أضيع كثيرا من الحقوق، وأنا مش حابة إن حضرتك تضيعي حقوقك ولا حقوق أولادك بعد أن أضحى هذا الأمر أمرا واقعا، وأسأل الله لك السلامة. طيب يا أستاذ عينات، بيفكرني بالأسئلة اللي تركها معنا من زمايلنا، حاضر، خاص بمسألة الرضاع، الرضاع ومسألة الصيام. يعني هي دلوقتي أنا أم لطفل يعني رضيع، وبتقول هل أنا دلوقتي أستطيع أن أنا أصوم ولا أفطر بسبب مسألة الرضاع؟ فأنت في مسألة الرضاع الخاصة بالطفل الصغير وأنا في شهر رمضان المبارك، أنت بتشوفي ممكن أنا حالتي أقدر أن أنا أصوم، أطيق الصيام مع مسألة الرضاع، وممكن ما أقدرش. الحالة دي بيدخل فيها التجربة، تجربة الإنسان، يمكن بشعر بجوع شديد جدا لا أتحمله، يمكن ده يضر بحال الرضيع الصغير لأنه لا يجد من السوائل الكافية ما يمكنه من وجود أنه هو يجد طعامه، وبالتالي الحاكم في هذا الأمر قائم على حضرتك وعلى هذا الطفل الصغير وعلى غذائه. فأنت بالتجربة بتشوفي إذا بتقدري كان بها، في ناس بتقدر تصوم، في سيدات بتقدر تصوم مع الحمل، وفي سيدات بتقدر تصوم مع الرضاع، وفي سيدات لا تستطيع ذلك. أنت في هذه الحالة لو قدرتي أنك تصومي خلاص وعندك قوة لده فلا بأس تصومي، وأنت عندك قدرة من غير أنك أنت ما تجني على نفسك ولا على ابنك، هذه الشريعة كلها يسر وقلبها اليسر، ونيسرك لليسرى، النبي عليه الصلاة والسلام بشره الله في كتابه ونيسرك لليسرى، فما أقولش لا أنا باجي على الدين، لا، ربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، وبالتالي وجب على الإنسان حال المرض في الأحوال الاستثنائية اللي في حياته يأخذ بما رخص له أن يأخذ. وعندنا إحنا رأي لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إنهما شايفين إنه الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها ولا خافت على الجنين الذي في بطنها أو خافت على ذلك الرضيع اللي بين إيديها إنها تفطر وإنها تطعم عن هذه الأيام، واعتبروها دخلة في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من ضمن المجموعة اللي اعتبروها لا تطيق الصيام ولا تستطيع أداء هذه العباد، لمن خافت على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها أو على الاثنين، على نفسها والرضيع أو على نفسها والجنين الذي في بطنها. رأي ابن عباس وابن عمر تطعم عن هذه الأيام. طب رأي الجمهور، رأي الجمهور إنها تصوم عن هذه الأيام فعدة من أيام أخر، وأنا أشوف بقى هقدر إن أنا أقضي الصيام أخذ برأي الجمهور، مش قادرة أخذ برأي الجمهور أخذ برأي سيدنا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وأراد الله أن يكون الفقه على هذه السعة ليناسب الناس على مختلف أوضاعهم وحالتهم، فما أقولش بتدوخونا أنت بتقولونا أكتر من رأي مش عارف كذا، مش في كل الأوقات بنعدد الآراء، ولكن في مثل هذه الأمور اللي أنا بخاطب فيها مش نساء مصر بس، بخاطب نساء العالم العربي والعالم الإسلامي ومن يرانا، وبالتالي أنا بنقول الحكم كل واحدة بتشوف وفق حالتها ووفق صحتها بالنسبة لذلك الأمر.
في بقية الأسئلة إن شاء الله بإذن الله بكرة نكمل الرد إن شاء الله على بقية هذه الأسئلة، سواء اللي على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة على الفيسبوك، أو حتى كذلك اللي يعني بتشرفونا بالاتصال عبر الأرقام اللي بتبقى مبينة أمام حضراتكم على شاشة تلفزيون الحياة. وفي الختام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.